يا أخي أنا اللي أحلم بغرفة ابني التي كانت حمام من قبل. اها، وانت مشكلتك مشكلة انت، وقلنا لك ان هذه المشكلة نعم في ان في شيء لم يتعدل في هذه الغرفة. نعم كملي، ما عليه خير ان شاء الله نعم يسوونها. لو سمحت يا أخي أنا عندي توضيح آخر لهذا المشكل. هذا الحمام رأيت فيه منامين قبل 5 سنوات، ايوه عندما كان حمام رأيت فيه منامين. ايوه شو المنام؟ اعطيني المنام اولا الحلم بس ان شاء الله صار يكونوا الحلم ما يكونوا طوال. الأول ايوه نعم ايوه الحلم الأول كنت نعم واقفة في الحمام فرأيت أمام المرآة ضوء تحول إلى خط أحمر، نعم فخفت في الحلم لأنه وقع في نفسي أنه شيء من الجن، فبدأت أقرأ القرآن بصعوبة جدا، كان يخرج من فمي متقطعا، بدأت بآية الكرسي ثم الإخلاص ثم المعوذات وفي الأخير سورة الفاتحة التي قرأتها بسهولة، ثم اتفقت على ذلك. والحلم الثاني قصير جدا، ربما يوضح لك ما في الحلم الأول. خير، ما هو؟ الحلم الثاني كنت واقفة أنا وأختي في ذلك المكان الذي رأيت فيه الخط الأحمر في الحلم الأول، فقالت لي أختي إن الضفدع مدفون هنا، وأشارت إلى مكان الطهارة عند البلوعة. اها، هذا هو الحلم. طيب انت هاي كلام المفروض خبرتينا فيه من اول يا اختي الكريمه، من زمان المفروض خبرتينا فيه. يعني انت جبت الاحلام وجبت إيه. المشكله وبعدين جبت الحل، يعني الحين انت جبت الحل. أنا بدأت من الأخير، من الأحلام التي أراها، ومن بعد تذكرت بلي أنها كانت حمام، ثم عندما قلت لي نظف المكان تذكرت بأني رأيت منامين من قبل الله لهذا يسعدك، الحمام. الله يسعدك يا رب. على كل حال اختي الكريمه، الموضوع انتم شكلكم عند هذا الحمام في شيء قديم اساسا كان تحته، الظاهر ان في نجاسه او في سحر. طبيعي حمام في نجاسه، ولكن نجاسه قصدي من انواع اللي هي التي لها علاقه في السحر او في الجن او في السكن. هني اختي الكريمه ما في فايده، انت لازم تعالج المشكله، والمشكله تحت الحمام وليست فوقه، ليست في الحمام نفسه، في تحت. ربما احد دخل فيه رمى فيه ماده، ربما سحر كان في بيت جنبكم رموه في المجاري فمر من تحت بيتكم، ربما وربما وربما اسباب كثيره. ولكن دائما الطريقه تكون في التطهير، تطهير المكان، تطهير المكان، وان شاء الله الامور